أكد خطيب جمعة قوتنا من أخوتنا بساحة الحرية بمحافظة عدن أن أهم عوامل بناء الأمم هي الاتحاد ونبذ التشرذم والفرقة وإقامة العدل. وأضاف خطيب جمعة عدن الأستاذ منذر السقاف أن الوحدة اليمنية شوهتها قيادة المخلوع، مشيرا إلى أن الثورة السلمية جاءت لتعيد للوحدة ألقها ولليمن كرامته ولليمنيين عزتهم. وطلب خطيب الحرية بعدن رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق بتلبية تطلعات الشعب بتحقيق أهداف الثورة بالإسراع في رفع الظلم ورد الحقوق وتصحيح مسار الوحدة، مطالبا مؤتمر الحوار بتمثيل الشعب على أكمل وجه من مخرجاته التي يجب أن تنهي معاناة اليمنيين وتعمل على صيانة مؤسسات الدولة. كما طالب وزير الكهرباء والحكومة بإنهاء انقطاعات التيار الكهربائي عن المحافظة والتي تزيد من معاناة أبناء عدن، خصوصا في هذه الأيام التي ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل لا يطاق. في هذه الجمعة، جمعة وحدتنا أخوتنا، نطالب رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق بتلبية تطلعات الشعب بتحقيق أهداف ثورة التغيير، ثورة فبراير، والإسراع في رفع المظالم ورد الحقوق وتصحيح مسار الوحدة الذي أساء له المخلوع ونظامه. أدى الآلاف من أحرار وحرائر الثورة في محافظة تعز بساحة الحرية جمعة لن يحكمنا من أحرقنا. وأكد الثوار أن القتلة والمشاركين في إحراق ساحة الحرية لا يمكن أن يستمروا في إدارة التخريب في المحافظة والانتقام من الثوار ومواصلة الفساد الذي جاءت الثورة من أجل اجتثاثه، مؤكدين أن المكان الطبيعي لكل القتلة والفاسدين هو خلف القضبان حتى تقول العدالة حكمها الفصل فيهم، مشيرين إلى أن الذكرى الثانية لمحرقة ساحة الحرية بتعز والتي تأتي بعد أيام لن تمر دون أن يقول الثوار كلمتهم لكل المتآمرين على تعز وثورتها السلمية وعلى اليمن الجديد، مجددين العهد للشهداء والجرحى والمخفيين بمواصلة السير على دربهم حتى بناء الدولة المدنية الحديثة. احتشد ثوار مدينة حجة لأداء صلاة الجمعة بساحة الحرية بميدان حورة والتي أطلقوا عليها اسم جمعة بالتغيير نعمق الوحدة. وأكد الثوار استمرار ثورتهم حتى إسقاط الفاسدين بالمحافظة، مجددين مطالبتهم رئيس الجمهورية بتنفيذ الوعد الذي قطعه للثوار بإقالة محافظ المحافظة الذي قالوا بأنه ما يزال يعيق عملية التغيير. احتشد الآلاف من أبناء محافظة الحديدة في ساحة التغيير في جمعة الوحدة أساس الدولة المدنية. خطيب الساحة أكد على أهمية الوحدة اليمنية في ترسيخ قيم الدولة المدنية المنشودة بعدما شوهها النظام البائد وأساء إليها بممارساته الاستبدادية وبعقليته المتخلفة التي هزت مقومات الوحدة وحاولت مسخ صورتها الجميلة لدى أبناء اليمن قاطبة الذين سيعيدون اليوم مجد نضالهم في ترسيخ قيم المواطنة والوحدة الوطنية عبر الحوار الوطني الشامل.